كار، اهلا وسهلا فيك على هواكم تي في. نحن موجودين اليوم بفوروم دي بيروت، لاول مره عم بينعمل البيوتي هذا المعرض، وشايفين الوش وش يعني الفرح المحبه اليوم عم تعطوها. خبرنا شوي صغير على ستاند تبعكم. مزبوط، اول شيء اهلا وسهلا فيكم على ستاند وش ماني. يس، از يو هاف منشند، وش از هير تو بوش اذا بدك ماني سيكتورز تو يوز اذا بدكم ديجيتال سوليوشنز and pushing the digital economy. So نحن قد ما فينا نكون عم نسهل على البزنسز كونوا عم يستعملوا إذا بدكم online payments, payroll, everything to become digital. بعتقد العجلة الاقتصادية رح بتكون أسرع. وأكيد نحن كوش ماني عنا أكثر من 900 نقطة بيقدروا أكيد الشركات من شمال لبنان لجنوب لبنان يكون عم يسحبوا مصاري on the spot and the use of our e-wallet which is wish money application يلي رح بتكون عم بتسهل لبزنسز فعلا تكون عم تحول مصاري من point A ل point B بأسرع طريقة ممكنة. وعلى فكرة أنا كمان بدي أزيد شغلة صغيرة، أنا اللي مبسوط منها لوش للأبليكيشن، لأنه صرت ما بقى بيوصلني ولا فاتورة بنصدم بيبعتولي على التليفون، بصير حولهم إياها على وش دايركت باي نمبر، والحلو إنه زيرو كوست، يعني هذا الشيء كتير حلو لأنه بنفس الوقت. يس، هذا الشيء مزبوط. اي ثينك كل اللبنانيين اليوم قادرين يستفيدوا من السيرفيسز تبع وش بحيلا بيت، مش بس كبزنس، اون ان انديفيدجوال ليفل اند اون ا سيكتور ليفل. ونحن مبسوطين انه وش ماني عن جد عم تقدر تكون عم تدخل على كثير بيوت من العالم وكثير بزنسز، لانه فعلا الهدف تبعنا از تو بوش ذا ديجيتال ايكونومي. از لونج از وي ار دوينج ذس، الحمد لله النجاح بيجي من عند ربنا. هيدا اهم شيء نحن بنكون عم نقدر نعمله للبنانيين. اكيد خبرنا، نحن بنعرف انه كمان في 900 فرع، بدنا توضيح شوي على الموضوع شو 900 فرع. اليوم عنا 900 مركز مقسمين بين agents، وأكيد 40 main branches they are managed by Wish Money themselves. أوكي، منتشرين عبر كل الأراضي اللبنانية، وهذا الشيء رح يكون عم يسهل payments لهيدي اللبنانية، يقدر يكونوا عم يدفعوا فواتيرهم، يقدر يكونوا عم يسحبوا مصاري ويحولوا مصاري وين ما كانوا بلبنان. وأكيد بنفس الوقت بدي أقول شغلة لكل المشاهدين، أنه لازم ينزلوا الأب عندهم، لأنه إذا بده يشرج تليفونه أي فاتورة بده يدفعها بيقدر بكل سهولة بكل بساطة أنه يقدر عبر وش. يس مزبوط، نحن كوش ماني منشجع كل شخص يكون عم ينزل وش ماني أبليكيشن تا يستفيد من السيرفيسز يلي موجودة على الأب يلي حتسهلكم حياتكم بكتير من الأمور. شو في شي بعد أشياء جديدة الوش عم تحضرها بعد ما طلعت على هوا هيك ناخد سكوب؟ تكرم عليكم. أكيد the scoop which is a big surprise, we're launching our own visa cards. ومش بس هيك، we're launching the first virtual and physical visa cards which can be used in Lebanon and outside Lebanon. More advantages to come, stay tuned. تنكون عم نقول عنه كار. نحن كنا هلا موجودين كمان على الستاند، عم نشوف كمان في 3 ستاندات لأنتكون. خلينا نشوف شو الستاندات هون. اوكي، زاري نحن وي ار انتروديوسينج كمان اور بيمنت سوليوشنز على الباب، سو الاشخاص اللي عم بفوتوا بيقدروا يكونوا عم يستعملوا ذا ويش ابلكيشن تيعبوا مصاري ويكونوا عم يدفعوا تيكت دايركتلي. ومش بس رح نكون عم نساعد العالم على الانترنس، رح نكون عم نساعد الاكزيبيتورز از ويل تو كولكت ذير اماونتس يوزينج ذير ويش واليت، سو بنخلص من موضوع الافراطه. وبنفس الوقت اكيد از ويش ابلكيشن اليوم الزبون قادر يفوت عنده اكسس يدفع اون ذا سبوت انستنتلي لكل الميرشنتس، وحتى كمان للويب سايتس ذات سبورت ويش باي بيقدروا يكونوا عم يستقبلوا مصاري انستنتلي باي putting their phone number. المصاري دغري بينخصم من الوش بالانس. So this digital experience is truly what we want to push. وإن شاء الله أكيد العالم يكون عم تحبها لأنه سريعة وكاشلس ورح بتسهل كتير من الأمور للبنانية. كار، مثل ما بنعرف أنه أنتوا لأول يعني أول شركة طلعت بهيدي الفكرة اللي عم تعملها، يعني نحن بنعرف أنه بكريسمس أنتوا عملتوه وهيدي تاني مرة كمان عم تنعمل. يس، هيدا الشيء مزبوط. سو اليوم نحن أداء قادرين نكون عم نسهل للبنانية، أداء نحن رح نكون مبسوطين كشركة. بدي كلمة أخيرة لكل مشاهدين هواكم تي في من وش. هواكم أول شيء from Wish Money to you. We love you so much. Use Wish أكيد for many advantages to come. Thank you.